السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اصدقائي. اليوم رجعنا لكم في فيديو جديد. الا كنتي من الناس اللي عندهم تصاور في التليفون وتمحاو ليهم وباغي ترجعهم، هذا الفيديو غادي ينفعك. خليك معايا حتى الاخر باش تعرف لابليكاسيون اللي استعملت والطريقه باش ترجعهم. يلا سير الله. اذا اصدقائي طريقه بسيطه بلا ما نطول عليكم. قبل ذلك لكن انت اول مره كتدخل القناه ديالي ما فيها بس نزل تحت تلقاو واحد البوطونه حمراء ديال ابوني سبسكرايب ولا اشتراك، ضغط عليها واحد الجرس باش تخلي واحد جيم وبارطاجي الفيديو مع اصحابك الى عجبك باش كلشي يستافد. اذا التطبيق سميتو ديسك ديجر، يعني بديكم من الالف التالية. غتمشي للبلاي ستور غتكتب ديسك ديجر، ها هو تكتب ديسك، تكتب اي ديسك باغي يكملوا لك. المهم ديسك ديجر، المهم كتديري انستالي كتدخل ليه. الطريقه غيطلع لك هذه الواجهه هذه اوتوماتيكوم، غتكليكي على هاد ستار فوتو سكان، غادي تضغط عليها غادي يبدا يرجع لك التصاور. الا كان تليفون قديم كون على يقين انه غيرد لك الالاف ديال التصاور، الاف يعني التصويره اللي بغيتها عندك. يبقى نازل صبر حتى تلقى التصاور اللي مشاو لك. غيجبد هو صراحه، غيجبد لي في التليفون واللي تمسح اي دابا وبسرعه رهيبه صراحه. حد الان جبد لي 2200 حتى الاخر، راه غادي يجبد بزاف 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 تصاور. المهم انت غتبقى نازل تشوف داكشي اللي بغيت. المهم الطريقه باش كتردها، كتختار دوك التصاور اللي بغيت. مثلا بغيت نختار انا هاد جوج تصاور، غتكليكي على ريكوفري، هاد ريكوفري بالزرق غتكليكي عليها، غدير سيف ونغيستريون في التليفون عندي. سيف باش من الدوسي اللي بغيت اختار الدوسي ديال التليفون ديالك. مثلا غادي ندير انا مثلا غنديرهم فهاد الدي ام، ندير الدي ام ندير اوكي. قال لك ايه ليك واش بغيت ديرو برو، صافي غندير اوكي. كنظن تغيستخو باش نمشيو نتاكدو، ندخلو ليه ندخلو الدي ام امادو ايماج كاشي، ايماج كاشي هما دوك التصاور بربع اللي ردينا. انا ما عنديش بهم الغرض، غادي نمسحهم. وصراحه هذه هي الطريقه، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. طريقه بسيطه، كون على يقين اي تصويره مسحت لك غتردها. هذا بالنسبه للتصاور. بالنسبه اللي بغى يرد الفيديوهات ولا الفيشيات الوورد اكسل اي دوسي اخر كيما بغى يكون، ما عليكم الا تكتبوا لي اللي بغاه، ما غنجيبو نديرو من بعد. نوريكم الطريقه ديال الحاسوب اللي كتكون فعاله بزاف نيت، ونوريكم شي ابليكاسيون في التليفون. المهم نتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم. تحيه لكم، تشاو.